كنت الأول سمعني؟ تمام. بعد كده كان الأول عندي بيزكس بتاعت الجرافيك ديزاين. كنت جربت نفسي إن أنا أشتغل كجرافيك ديزاينر، وأول حاجة اشتغلت عليها كان فوتوشوب CS2. وبعد كده ما لقيتش نفسي قوي في الجرافيك ديزاين. جربت، قلت أجرب حاجات زي 3D، جربت سكتش أب، جربت يونيتي، جربت بلندر ومايا 3DS Max. بعد كده لما كالعادة لما بدأت يونيتي، كأي حد بيبدأ يتعلم من يونيتي إن هو يجرب يعمل جيم، كنت دايما لما أجي بكريت جيم بكريتها من ناحية كل حاجة ما عدا الكود. كان بالنسبة لي إن أنا أكتب كود أو بروجرامينج كان بالنسبة لي نقطة صعبة جدا إن أنا أعملها، لحد ما بدأت أدور إيه اللي في my passion as artist، إن أنا أقدر أكريت أرت وورك. بالنسبة لي اليونيتي كان بريكوير كتير جدا إن أنا أكتب كودز وإن أنا أعمل سكريبتينج وكلام ده كله. فبعد كده بدأت إن أنا أتعلم Unreal Engine، وكان بالنسبة لي كان تول حلوة في إن أنا أقدر أخد راحتي أكتر كـ3D Artist. بدأت أشتغل Frumbling Game Studio على Nights of Light من 2016. بدأت كانت الجيم خدت 4 سنين. بعد كده بالضبط في نهاية 29 من فبراير كان الريليس بتاع Nights of Light. بعد كده في بعدها بشهر بدأت as instructor 3D environment artist instructor في نايزك. بعد كده في بالضبط نهاية مايو 2020 بدأت في The Post Office. كان طبعا نقلتين مختلفين ما بين Rumbling Game Studio و Post Office، ده game development وده media production، وبرضو أنا هوضح ده قدام إيه الفرق بين الاتنين. وجات لي الفرصة في خلال الشهر اللي فات اللي أنا أشتغل على تايتل زي متحف الدحيح تبع شاهد MBC، وبرضو أتكلم إزاي دلوقتي بقت جيم إنجن أنت ممكن تستعمله ما بين الجيم وما بين برضو الميديا برودكشن. أول حاجة كانت Nights of Light، كانت محطوطة كتريبل أي تايتل جيم، وده برضو شرف ليا أن أنا كنت واحد من الأرتست اللي اشتغل عليها. كنت بعمل فيها الـ environment واللايتنج والسينيماتكس. Nights of Light خدت بالضبط 4 سنين من الديفلوبمنت من ناحية environment، ناحية characters، ناحية كل حاجة. في خلال الـ4 سنين دي تعلمت منها حاجات كتير وقابلتني مشاكل كتير. أول حاجة إن أنا أعمل لارج سكيل وورلد كبير، أوبن وورلد زي الورلد بتاع Nights of Light، وهو كان موجود في العراق. العراق طبعاً من المميزات اللي أنا صراحة عجبتني فيها إن العراق طبيعتها عاملة زي طبيعة مصر، من ناحية دجلة والفرات حواليه زرع وخضرة وشجر ونخل، وسط الصحراء دي كلها ممكن تلاقي جبل تلج في الآخر، ومع ذلك في تنوع كبير جداً في الغابات. فكان صعب جداً ان احنا ناخد مساحه كبيره زي مساحه العراق والتنوع بتاعها وانت تحطها في جيم اوبن وورلد، ومع الحجم الكبير ده برضو هتقابلك مشكله تانية، وهي كانت وورلد اوبتمايزيشن، اللي انت لازم تحافظ على اداء الليفل بتاعك والسين، وبالذات ان السين كامله زي دي انت بتتكلم الاوبن وورلد دايما بيبقى المشاكل الموجوده فيه انه هو دايما كل حاجه لودد على السكرين، دايما الوورلد بكل تفاصيله بتبقى موجوده. فالفكره بقى التريكس اللي انت تستعملها وان انت تحطها انه تعمل بالانس، لان دايما الاوبتمايزيشن زي بالانس ما بين السي بي يو والجي بي يو والرام. لو انت اهتميت قوي بالاوبتمايزيشن كناحيه ارت وسبت الاوبتمايزيشن من ناحيه الكود او بلو برينت، الدنيا كذلك هتقع وكذلك العكس. فالفكره برضو ان هي ان انت تريكس في الارت وورك بتاعك من ناحيه مثلا عايز توري ايه للفيور، عايز البلاير اللي بيلعب يكون شايف ايه وما يشوفش ايه. فانت ممكن من خلال ده انت تغير حاجات بعيده، تكتشرز مثلا البارتكلز نفس الحوار، تشوف ايه اللي محتاج تعمل سيميليشن قدامه وتتشال. وفي كان في سوليوشنز كتير في Unreal Engine ان انت تعمل اوبتمايزيشن لده. وطبعا كان لسه كالعاده لسه قايل ان العراق كان فيها مالتيبل فاريشنز من الورلد بتاعها، وهو ان كان مثلا وسط الدجله والفرات
كان حواليه الغابات وحواليه الشجر والنخل والزرع ده كله. وبعد كده يبقى في الصحراء ومن الصحراء للجبال. فان هو يتحط ده كله في 64 كيلو بس، ده كان تشالنج كبير جدا جدا لينا. وعشان يبقى الدنيا تتفت مع بعض وتبقى كله ماتش، لان الحاجه التانيه كانت مهمه جدا وخدت مني وقت كتير للديفلوبمنت، وهي كانت اللايتنج بتاع السين. اللايتنج بتاعك من اهم الحاجات اللي بتميز الارت وورك بتاعك. ليه؟ دايما بالنسبه لي اللايتنج او الالوان اللي انت بتستعملها بتبقى سمات الارتست، يعني الارتست بيتعرف من اللايتنج اللي هو بيعمله. والديتيلز اللي انت بتهتم بيها، يعني دلوقتي لما تيجي تعمل فوتوريليستيك لايتنج لازم تهتم بالتفاصيل الصغيره، الباونتنج بتاع اللايت، ازاي اصلا اللايت بيترندر او بيبقى موجود في الحقيقه بتاعتنا من ناحيه الباونتنج الفيزيكس بتاعته والتفاصيل الصغيره دي، لان التفاصيل دايما الصغيره بتفرق جدا في ان انت ازاي تكريت سين ريليزم والتفاصيل بتاعتها تبقى حلوه، لان التفاصيل دي اللي بتفرق ما بين سين كويسه او ارتور كويس انت ساتسفايد من ناحيته والعكس. لان مثلا لو انت خليت الوانك اوفر ساتوريتد او الكونتراست بتاعتها مش كويسه او الوانها مش مريحه، انت بالتالي وانت بتلعب مش هتكون ساتسفايد، او ابن الاكسبيرينس هيبقى فيها مشكله، هيبقى في حاجه مش مظبوطه معاك. ف من خلال اصلا اللايتنج بتاعك انت ممكن تلعب بيه في الستوري تيلينج. يعني دلوقتي لما باجي بلعب لعبه واللايتنج والالوان بتاعتي هي اللي بتلعب دور كبير في الستوري اللي انا بحاول اوصلها لك من خلال الالوان، الاضاءه والقوه بتاعتها، درجاتها صبح والليل. وده غير برضو الاضاءه بتاعت الصبح تبقى مختلفه جدا في البيلد بتاعها عن الاضاءه بتاعت بالليل. فدي برضو من ضمن التشالنجز اللي انت تعمل دي نايت سايكل لقابلتنا في نايتس اوف لايت، وان يبقى اللعبه دايما يبقى شكلها حلو في كل الاوقات اللي انت بتلعبها فيها. لان دايما دي مشكله ساعات الجيمز، ان انت بتلعب على حاجه 360 عكس مثلا الفيلم او ميديا برودكشن، انت بتلعب على حاجه شايفها فيكسد. لكن 360 انت بتحرك في كل كورنر، فحرفيا لازم يبقى كل كورنر انت بتبص ليه للجيم بيبقى شكله حلو. لكن بعد كده في نهاية 29 فبراير 2020 كان اختفاء، كان حلم كبير بالنسبة لي. نايتس اوف لايت أنا بدأت عليها من أول ما أنا كنت في أولى ثانوي، وقعدت معايا لحد أولى جامعة. فكان تجربة مليانة بتفاصيل كتير وحاجات كتير جدا اتعلمتها، بس مرة واحدة كل ده اختفى. طبعا اللحظه دي الفتره دي علمتني جدا في حاجات كتير، وده هتكلم عليها واللي هي فرقت معايا، هتتحط في شويه نوتس. اول حاجه كانت بالنسبه لي مرحله جديده بقى، اللي هي كانت ولاده حلم جديد، وهي تبدا ان انا لما الارت وورك اتحط بتاع على سي جي سوسايتي، كان خد سي جي اوورد وفيتشر ارت وورك هناك فتره حوالي اسبوعين. في بقى كام بوينت تعلمتها وكنت بقع فيها، اللي هو ما كنتش بتعلم حاجه جديده، كنت دايما واخد ان انا بكريت انفايرمنت بتاعت نايتس اوف لايت اللي هي الصحراء بطابع ثابت بطريقه ثابته. ما كنتش بيبقى عندي تنوع في الارت وورك بتاعي، ما كانش عندي تنوع في الاكسبيرينس بتاعتي. فلما مره واحده حصل الجاب ده حسيت هو انا فين. فكان لازم ان انا هبدا اتعلم حاجات جديده، منها ابقى ادفانس اكتر في الموديلنج والتيتشرنج واللايتنج. فبدات اجرب لايتنج سيناريوز مختلفه، وان انا اعمل حاجات جديده. واهم حاجه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده الديتيلز، ديتيلز في اللايتنج بتاعك والكومبوزيشن موديلنج تيتشرنج تفرق جدا جدا في الارت وورك اللي انت بتبقى عامله. ليه؟ لان مثلا لو احنا بصينا على الصوره دي الديتيلز بتاعت التكتشرز، او انت مثلا ليه بنعمل حاجه فوتوريليستيك. الفوتوريليستيك بتبص انت الريفرنس بتاع كل حاجه حواليك، كل حاجه في الدنيا حياتك كلها ممكن تاخدها كريفرنس ليك. الديتيلز الصغيره دي الدست، يعني مثلا لو احنا جبنا تو مودلز، موديل لترابيزه خشب واحده عليها دست وواحده كلير جدا معلاش سكراتشز، هتحس ان تبين ان هي فيك اذا كانت في جيم او سينيماتيك او حتى تريلر انت عامله للجيم بتاعتك.
فالديتيلز دي او ساعات اسمها imperfections اللي بتتحط على السيرفس تفرق جدا في الرياليزم اللي انت عايز توصله. فبوينت برضك اللي كنت اتكلمت فيها في الاول اللي هو نوع من شغلك. التنويع هيخليك تبدا تخرج عن الليمتس بتاعتك. نروح بقى للاندستري ستاندرد برا في شركات زي يوبي سوفت، دايس، ايبك جيمز، شركات كتير في البرودكشن كان جيمز او ميديا برودكشن. فانت لازم يبقى عندك تنوع في الاكسبيرينس. شغال تمام. جربت اكتر من ارت وورك ستايل، لايتنج، كولر، مود، لان كل كولر بيروح يفرق جدا في الفيلينج اللي انت بتوصله. لان في الوان قدره ان هي تنقلك ساتسفاكشن، تديك احساس بان انت مش مستريح، تديك احساس بخوف، تديك احساس ان في حاجه عايز اروحها. فاللايتنج والكلرينج بتاعك بيفرق جدا جدا في الارت وورك اللي انت بتعمله. دي كان برضو سين كنت بدات عليها ان هو برضو لازم تهتم بحاجه تانية وهي الكومبوزيشن. ده انا دلوقتي انا عايز اليد الفيور بتاعي يبص فين من خلال مثلا لو احنا خدنا رول زي رول اوف ثيرد والدايركشن بتاع الارت وورك، ان انت تخلي كمان الارت وورك بتاعك والرصه وزاويه الكاميرا كلها بتليد للحاجه اللي انت عايز توصلها. انا لو حاطط عامل موديل حلو جدا، عامل لايت كويس، مش عامل كومبوزيشن كويس يفت اللي انا عامله ده كله، الارت وورك بتاعي مش حلو، الارت وورك بتاعي ميسنج حاجه كبيره. فالكومبوزيشن لازم من اهم المعايير او من اهم الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل الارت وورك بتاعك. ان مثلا سي انت عملت ارت وورك وحاسس ان الناس ما وصلتش البوينت اللي انت عاملها او ما وصلتش الحاجه اللي انت عايز توصلها لهم، ده بيرجع ليه؟ بيرجع مثلا لايتنج، بيرجع للكالرينج، بيرجع للكومبوزيشن. انا مش عامل كومبوزيشن مظبوط. طيب دايما حاول تفكر بره الصندوق. افكر بره الصندوق ازاي؟ ان انا دايما مش لازم امشي على الرول. يعني انا كحسين انا بحب دايما لما اجي مثلا ابدا برنامج جديد او اتعلم حاجه جديده بحبش افتح توتوريال، ببدا ان انا ادونلود الابلكيشن واروح افتحه واقعد اعك فيه شويه. لما اقعد اخبط فيه واقعد يمين وشمال اقعد اتعلم حاجات كتير لوحدي، او اقعد اخبط هنا في 1 2 3 4 5 6. لما اجي ارجع بقى افتح توتوريال لحاجه واقفه معايا هاو تو الحاجه اللي معايا دي اشوف، هلاقي نفسي ان انا بقى عندي باك جراوند اصلا لان انا خبطت في اكتر من حاجه. في بروجكتس وبروجكتس براود ان هي طلعت، وهو بتاع الديزرت كانيون اللي على كويكس الميكسر. وكان البروجكت ده كان كسر حاجز كده كنت نفسي اوصل لها، وهي ان انا كنت اكسر 1000 فيو على ارت ستيشن، ودلوقتي من اليوم ده كان وصل 2611 فيو على ارت ستيشن. ببساطه الارت وورك ده بيتكلم عن ايه؟ كان ان هو اللاندسكيب اللي انت بتعمله، اللاندسكيب كان على جيا او وورلد ماشين او وورلد كرييتر، انت تعمله تكتشرنج على حاجه زي كويكس الميكسر، وتستغل حاجه زي الفوتوريليستيك ماتيريالز اللي بيقدمها كويكسل وتحطها، فده يديك رياليزم قوي جدا لللاندسكيب بتاعك. وكان برضو لقيت حد من ايبك جيمز تكنيكال دايركتور كلمني، كان ان ايبك جيمز كان بيتابع الارت وورك ده وان هم عجبهم الشغل اللي طالع. وبرضو ان هو لاندسكيب كريته بطرق مختلفه، ان انا اتعمل له بيكينج بالتيتشرز اللي عليه واستعمله بطريقه بروسيدجرال. يعني السين دي كلها حرفيا مبنيه بنفس الجبل بنفس التيتشرز، بس ان الجبل في الاخر كل روتيشن وكل زاويه التيتشرز بتتغير معاك، الموديل نفسه وشكله البنى بتاعه ان هو تطلع منه اكتر من زوايا اذا كان تعمله ستريتش او تغير في السكيلينج برضو بتاعه. وبرضو لازم يبقى عندك as environment artist ان انت يبقى عندك know how بتاعت ازاي تعمل textures، ازاي اعمل الموديل بتاعي، ازاي اعرف انحد واعمل baking، ازاي اتعلم زي حاجة substance painter substance designer، ازاي برضو ان انا اتعلم حاجه زي كويكسل اذا كان كويكسل ميكسر. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ علشان بتاعت هاو تو كرييت
اي حاجه تبقى واقفه قدامك، ما بقاش ان انا شايل ان انا لازم مثلا ارجع للايبراري او اقعد اسيرش، لا يبقى معايا النو هاو ازاي اعمل الحاجه اليونيك بتاعتي. بس ده برضو ما يمنعش النقطه، وهي نقطه مهمه، لان انا مش لازم كل مره اصنع العجله او كرييت العجله، هي اوريدي اكزيست، بس ان انا اعمل ماي اون ارت وورك. كان في كوت شفته كان بيقول لك تسرق من شخص واحد تبقى وحشه جدا، عكس لما مسرق من اكتر من حد. فلما باخد كل بوينت من كل ارت وورك شفته مثلا على ارت ستيشن او بنترست، وراح اطلع ارت وورك مختلف، فبيبقى ليك الكاركترستيك بتاعتك في الارت وورك اللي انت بتعمله. بعد كده بتيجي الدنيا مختلفه، وهي لسه طالعه يعني ريسنتلي الميديا برودكشن في مصر. الميديا برودكشن دلوقتي شركات زي دلوقتي باست اوفيس، ميركري، اروما، ذا كرو، بدأوا ان هم يتجهوا ان هم يستعملوا ريل تايم انجنز او جيم انجنز في الميديا برودكشن. طب عندنا اي تايتلز طلعت قبل كده في الفيلد ده؟ عندك مثلا مسلسل النهايه بتاع يوسف الشريف طلع في رمضان، في سينز كامله اللي هي بتاعه المدينه معموله بانريل انجن، وده كان اخر تايتل اشتغلت عليه، كان متحف الدحيح تبع شاهد في بوست اوفيس. ايه اللي معمول فيه؟ معمول كله على انريل انجن ريل تايم. طيب قبل ما ابدا اوري الارت وورك بتاع اللي اتعمل في الدحيح، ايه اللي يخلي اصلا شركات الميديا برودكشن او انت كانفايرمنت ارتست عندك خبره بقى في الجيم اندستري او اتعلمت السكيل دي، ايه اللي هيخليني اشتغل في شركات الميديا برضو؟ لان برضو في من ضمن المشاكل هنا في مصر لسه ستوديوز الجيمنج او موجوده بعدد ضخم في السوق، فده بيواجه اكتر عدد من الارتست ان هو حس ان هو اتعلم سكيل وما فيش حاجه بتحصل. فدلوقتي شركات الميديا بدات تتجه للبوينت دي، وهي يبداوا يستعملوا الريل تايم انجنز، لان ده بيديك كابابيلتي او بيديهم القدره ان هم يعدلوا في اي وقت، يديلهم موديفيكيشن. يعني من ضمن كان مره كنت قاعد مع مخرج في شركه ميديا، كان بالنسبه له ان انا اتحرك في السين كده ريل تايم، كان بالنسبه له انا بعمله ده ماجيك، انت بتعمل سحر. لو انا عشان هبفر في فريم فاضي انا ممكن اخد 10 دقائق او 5 دقائق عشان اريندر فريم فاضي بس. فاحنا معانا باور حلوه جدا كجيم ديفلوبرز، اللي انت برضو تشتغل في حاجه زي الميديا برودكشن. فكان بروجكت زي بروجكت متحف الدحيح، كنت اشتغلت على المتحف ذات نفسه. كان المتحف المفروض ان هو موجود في المنصوره، فبدات ان انا فروم سكراتش كبلو برينت فرونت فيو سايد فيو، وابدا اعمل البلوكينج بتاعه، وبعد البلوكينج ابدا اعمل الموديلنج، والموديلنج يو في اند رابينج والتكتشرنج والبيكينج والانريل انجن يخش، بعد كده تعمل الكومبوزيشن واللايت والانيميشن. ستيبس كتير، بس في الاخر بتليد يو ان انت ممكن تشتغل وتطلع حاجه زي. مش لازم ان انا طالما اتعلمت جيم اندستري ومش لاقي مثلا شغل في الجيمينج فانا خلاص كده انا الكارير بتاعي انتهى، لا بالعكس، الدنيا متنوعه وتقدر ان انت تشتغل في اي كارير، وات ايفر، جيمينج، ميديا، اعلانات، حتى في العماره ان انت تعمل كمان اظهار معماري، فانت معاك قوه حلوه جدا طالما انت بدات كجيم ديفلوبر. دي برضو ده فريم تاني للمتحف، السايد فيو بتاعه. بس ده كان التوك، اتمنى ان انا اكون ضفت حاجه، واسيبكم لو في اسئله. طيب شكرا جدا يا حسين. حسين ازيك؟ عشان ما سلمتش عليك، سامعني؟ الحمد لله بخير، معاك كله تمام. طيب في سؤال، ابدا اتعلم منين او ايه الكورسات اللي محتاجه ان اخدها لو لسه هبتدي بقى خالص؟ تمام، لو لسه ابدا ابتدي ازاي اتعلم وايه الكورسات اللي ممكن اخدها؟ في تو اوبشنز، في اوبشن اللي انا اشتغل على نفسي اللي هو بيد، اللي هو انا مثلا اخد كورسز دلوقتي. عندك نايزك في الاي تي اي بدوا ان هم يدوا كورسز ك انفايرمنت اورج، او بقى مثلا عندي حاجه حلوه جدا وانا كحسين انا اتعلمت منها، وهو مثلا سي لو هناخد انريل انجن كمثال، انا نزلت الانريل انجن، هفتح الدوكيومنتيشن بتاعه والاوفيشال يوتيوب بيج بتاعتهم واشوف البلاي ليست،
الاقي يعني هاو تو ستارت بيجنر توتوريالز وابدا معاه واقعد اجرب مره مع الثانيه مع الثالثه، وبرضه اشوف ارت ووركس كتير لناس وارتست وابدا اسال واخش في الكوميونتي، فده هيديني سكيلز وابدا ان انا لما اطبق ده واقعد اسال واعرف النو هاو ستاخد اكسبيرينس اكتر. فعندي اليوتيوب او بقى اروح الكورس. تمام. طيب لو واحد عايز يرفع الشغل بتاعه على مواقع زي ارت ستيشن، ايه مواقع تانية زي ارت ستيشن ممكن يترفع عليها الشغل 3D؟ حلو جدا. ايه المواقع اللي انا ممكن ارفع فيها او ازاي انا اتعرف كارتست؟ اول حاجه عندنا ارت ستيشن، عندنا سي جي سوسايتي، في برضو البي هانس، دولت اهم 3 مواقع انت ممكن ترفع عليهم شغلك، وده من خلال برضو ان انت تخش في فيسبوك جروبس كتير ليها علاقه بقى بالمثلا اندرويد انجن كويكسل، تبدا تشير مع الهاشتاجز ليك اللي انت بتحطها، تبدا توصل لعدد اكتر من الناس، وكل ما انت توصل لعدد اكتر من الناس كل ما انت تتعرف اكتر والارت ورك بتاعك يوصل لعدد اكبر من الناس. وبرده في يونت بوينت انا اتكلمت فيها ان هو لازم يبقى الارت ورك بتاعك يونيك. ابدا اخش اشوف ارتست زي اللي شغالين في يوبي سوفت واي اي جيمز والناس دي بيعملوا ارت ورك عامل ازاي، وابدا احاول امشي بنفس طريقه التفكير بتاعتهم عشان الاقي نفسي وصلت من خلال الارت ورك اللي انا بعمله. تمام. طيب في واحد بيقول هل ضروري كديفلوبر ابقى على علم بالارت بشكل ديتيلد؟ لا مش ديتيلد، يعني اعتقد على الاقل يبقى عندي البيزكس، يبقى عندي بالظبط. البيزكس، يعني ما يبقاش لازم اخش ان ديتيلز في كل حاجه، بس هيبقى عندي النو هاو في اي حاجه. يعني انا برضو الحاجات اللي ببقى الواحد فرحان فيها، مثلا انت جربت جرافيك ديزاين، جربت كود، جربت سكريبتنج، جربت تصوير، جربت اديتنج، جربت حاجات كتير، فيبقى لما قاعد مثلا في اي حاجه او قابلك اي مشكله بيبقى عندك باك جراوند ازاي هتعامل معاها، مش لازم يبقى ان ديتيلز قوي. تمام. طيب في حد بيسأل وقت الليرنينج كيرف قد ايه؟ هو اعتقد الليرنينج كيرف، بتاع كل شخص يعني. هو الليرنينج كيرف بيعتمد مثلا زي خلينا نقسمها الاربع 4 بوينتس. اول حاجه انا كشخص الليرنينج كيرف بتاعي بيبقى ماشي ازاي، هل بتعلم حاجات بسرعه من اول مره ولا بحتاج اقعد فتره اتعلمها او ان انا اقعد اجرب عليها كتير، او ان انا برضو ان انا اجيت ان تاتش مع ناس كتير. كل ما انا اوصل عدد ارتست اكتر واقعد اسال واقعد اجرب اكتر من ارت ورك، انا دايما ببقى شايف ان كل حاجه كل ما اجربها وتفشل، يعني باي ذا واي انا قعدت سنه ونص مش عارف اعمل انفايرمنت كويسه لدرجه انا عمال بقى لي سنه ونص عمال اعيد في انفايرمنتس كلها شكلها سيء جدا. فهل ده معناه ان انا ما وصلتش؟ لا بالعكس، كريت اقعد اتعلم. زي مثلا هي ملهاش رقم ثابت بس هي بترجع من ارتست للتاني والارت ورك اللي بيعمله. انا كان نفسي انا لحد دلوقتي بقعد اتعلم ومؤمن ان انا لحد ما اموت افضل اتعلم، فهي ملهاش وقت خالص. طيب في سؤال جاي لك، ده اعتقد من فان بيقول لك مين اللي اثر فيك وخلاك تخش المجال من صغرك وسنك كام دلوقتي؟ ماشي، انا 20 سنة الى شهر، شكرا. واللي خلاني اخش المجال من الاول هو والدي. بابا دكتور كلية فنون تطبيقية، وكان شافني من وانا صغير ان انا كنت برسم على ايدي على الورق. بعد كده بدات ان انا اخش مجال ان انا عايز يعلمني على الفوتوشوب والكلام ده كله. هو بدا معايا في الفوتوشوب سي اس 2 واداني كورس كان اكتر حاجه اقدر اعملها ان انا اكتب تكست على الصوره، فده كان بالنسبه لي حاجه عظيمه جدا. فانا ودود جدا لبابا برضو ان هو كان لي شرف ده. تمام، ربنا يخليه لك يا حسين. طيب أعتقد إحنا كده خلصنا الأسئلة، شكرا جدا ليك مرة تانية، أنا شكرا وكانت جدا سيشن هايلة جدا، وإن شاء الله نشوفك تاني في أكتر من فرصة. بالعكس، شكرا يا أنا حسين، شرف كبير جدا ليا. شكرا.